برضو الفوز بتاعنا النهارده انا بعتبر يعني بيدينا وبيدي لاعبتنا دفعه وحافز كويس، لان دايما البدايه بتبقى صعبه في اي بطوله سواء بطوله مجمعه او بطوله دوري، وخاصه هي جايه كمان بعد ما خسرنا نهائي الكاس، عارف انت ازاي، وكنا بادلك فيه، وبقول لهم برضو من خلالكم مبروك فوزكم بالكاس. فعشان كده كانت البدايه بالنسبه لنا صعبه، لانك انت خسران بطوله قبليها بكام يوم، وبعدين كمان اتصعبت لما جه فينا جول، لكن الحمد لله رب العالمين. ربنا لما اتاخرت بهدف حسيت ايه في بدايه المباراه؟ يعني لا، ما هو زي ما بقول لحضرتك، قلت قبل كده برضو للقنوات الاخرى ان احنا متفقين مع لعبتنا، انت بتلعب 90 دقيقه، بتلعب 95 دقيقه، في صفاره بدايه وفي صفاره نهايه، انت هنصبر وهنفضل نلعب لغايه ما الحكم يقول خلاص فينال فينش، عارف ازاي. بس فالحمد لله الدفع بحسين علي وميدو النهارده، ميدو بنحاول، طالما ربنا كرمنا بمكسب كويس واداء كويس بنحاول ندي ميدو، عشان ميدو يبدا يخش في ان شاء الله في فورمه المباريات اللي من خلالها ما ياخدش ربع ساعه ولا نص ساعه، ان هو ممكن يبدا المباريات بعد كده. حسين بقى له فتره الكرة واقفة معاه شوية حتى في التمارين يعني، فالنهارده عشان حتى كده لما قلت له ما تخافش ربنا هيفتحها ودي مرحلة وهتعدي، وعشان كده هو بعد ما جاب الجول راح جاي عليا. طبعا مبارك لنادي الزمالك وعرض لك نادي المحلة وجماهيره، حاجة غلط هي الله أعلم يعني، مش قادرين نفهم يعني، بدأنا كويس وجبنا جون، أنا مش عايز أتكلم على التحكيم يعني أنت اتفرج على الماتش هتلاقي الجون الثاني مع الكرة ما دخلتش وجون الرابع، فما يعني خلاص يعني جونين دخلوا يعني اساسا مش جونين، خلاص حمدوا الفرق، مش 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 همنا ان احنا كنا وحشين، ادائنا ما كانش كويس، بس برضه يعني جونين بتخلص يعني، فالحمد لله ولسه قدامنا الدوري طويل ونعيد حساباتنا وربنا يكرم ان شاء الله. انت بتلعب بطل برضه، بتلعب نادي الزمالك يعني، واحنا اساسا طالعين من كبوه في ظل المشاكل اللي احنا فيها، وان شاء الله الامور تهدى في المحله واللعيبه تقدر تتلم تاني ونقدر نعمل نتائج كويسه ان شاء الله الفتره الجايه. المحله الفتره القادمه خصوصا بعد الاحتقان الموجود بين الجماهير والفريق؟ والله كل اتمنى ان الجماهير بجد تقف ورا الفرقه، احنا مش عايزين يعني العمليات تهرب مننا تاني يعني، اتمنى من ربنا هم يبقوا معانا وواقفين في ظهرنا، وان شاء الله نقدر نعوض ونقدر نصالحهم، لان احنا فعلا يعني مقصرين في حق نادي المحله وفي حق الجماهير. الحكم بصراحه احنا جبنا الجول الاولاني وكنا ماشيين كويس وكنا ندي نادي الزمالك في اكتر من فرصه، والحكم كان له راي تاني يعني، جانا بعد الجول الاولاني جانا بلانتي والحكم برضو تغاضى عنه وحمل الرايه، في الجول الثاني قضى علينا تماما، احنا كنا ماشيين كويس، الجول الثاني ده بصراحه يعني خلص على معنوياتنا وخلانا كلنا كده في الارض، فقد الله ما شاء فعل. مبروك نادي الزمالك، والفترة الجاية إن شاء الله نحاول نرجع نفسنا تاني ونحاول نخش في الصورة تاني بإذن الله. بس أنا عاوز أقول حاجة، لعبة نادي غزل المحلة ديت فيهم ناس ما يسحقوش يلبسوا في تيشيرت نادي غزل المحلة، تيشيرت نادي غزل المحلة تيشيرت كبير، نادي كبير قوي قوي، في ناس جاية تقضيها واللي جاي يقضيها يبطل كورة أحسن. إحنا تعبنا عقبال ما صعدنا الفرقة دي وشقينا وطلع عينينا، والناس جاية تلعب على الجاهز، مش عارف يعني ايه نادي غزل المحله، ويعني عارفه ايه قيمه نادي غزل المحله بجمهوره. انا مش لاقي كلام اقوله. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا وخطتنا كلها مفتوحه، ما فيش وجبات دفاعيه بتتنفس تماما، احنا جه في ناس تجوان النهارده ما تقدرش تقوم فيهم حارس مرمى، ما فيش خطا واضح من حارس مرمى، اعتقد ان احنا في اخطاء دفاعيه، مش معنى ان بقول في اخطاء دفاعيه يبقى من الدفاع اللي هم الثلاثه المدافعين، لا كل